في هاي السلام عليكم. أولا في هاي التجربة أنا بنجرب نتصل من اكستنشن لاكستنشن ثاني، أوكي، يعني من هاي التلفون لتلفون ثاني، ومن هذاك التلفون نحوله على الكمبيوتر، أو إنه مثلا نتصل دايركت للكمبيوتر. أول شيء خلينا نجرب نتصل دايركت للكمبيوتر. فالاكستنشن مال الكمبيوتر خلينا أتذكر كنا 111 أتوقع. أوكي أيوه ران. اوكي فخلينا نكنسل الاتصال. اوكي الحين بنتصل من هاي التليفون الى مريم، وبعدين مريم هي بتحولنا على الكمبيوتر. فخلينا نقول مريم 101 سند اني لمريم. اوكي مريم تبي تسوي دايفرت كول. اوكي خلينا نحط الاكستنشن 111 نقول دايفرت. طلع من التليفون ويا الاتصال هني، الحين نورة قالت اتصل دايركت لهني، مع انه اتصال محول يعني، وكذي تتم العملية. والعكس صحيح يعني، خلينا نجرب الحين نصك الاتصال لهني. مثلا خلنا باتصال 101. اوكي اوكي اقدر اجاوب بعدين احول، او سيدا احول. خلنا سيدا نحول، نخلي 100 اللي هو حق النورة، سيدا تحول. اوكي وهني مبين لك انه متحول من اي رقم. وبس اتمنى يعجبكم.